كجزء من تعهد دولة قطر بدعم الشعب الفلسطيني، يعمل قطاع الرعاية الصحية في البلاد معاً لتوفير مجموعة من الخدمات الطبية للمرضى القادمين من غزة. نظمت دولة قطر عدة رحلات لنقل مرضى وجرحى قطاع غزة إلى قطر لتلقي العلاج المتخصص. تم إنشاء عيادة مخصصة في الدوحة لدعم مرضى غزة بعد خروجهم من المستشفى. توفر فرق الرعاية الصحية في العيادة رعاية طبية لمتابعة حالات المرضى ومساعدتهم على تنسيق مواعيد العيادات الخارجية لدعم تعافيهم. يلعب مركز القيادة الوطني للحوادث الصحية دوراً مهماً في تنسيق الخدمات الطبية المختلفة المقدمة للمرضى من غزة عبر قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى توفير العلاج الطبي للمرضى الذين تم نقلهم من غزة إلى قطر. يدعم قطاع الرعاية الصحية الشعب الفلسطيني من خلال إرسال الأدوية والمعدات الأساسية إلى غزة وإنشاء مستشفى ميداني هناك. تفخر فرق الرعاية الصحية في دولة قطر بلعب دورها في دعم الشعب الفلسطيني.